هناك مسألة حقيقة سئلت عنها اليوم لكن بالهاتف، نبه عليها الآن. يشكو كثير، إن شاء الله ليسوا كثيرين، إن شاء الله ليسوا كثيرين، يشكو البعض عقوق الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، أن البنت تعق أمها، تعق أباها، أن الابن يعق أباه، يعق أمه. ولكن للأسف الآن بدأنا نرى شيئا آخر. يعني جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن ابني يعقني، فعمر استدعى الولد قال تعال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. فقال الغلام أو الابن لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ أبعرف لي حقوق أنا ولا ما لي حقوق؟ ما حقي على أبي؟ قال حقك على أبيك أن يعلمك القرآن، وأن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك. يعلمك القرآن ويحسن اختيار أمك ويحسن اختيار اسمك، لأن هذه من حقوقك عليه. فقال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، يعني والدي تزوج أمه، يعني الأمل زال، لا يجوز أن يتزوج الأمل عبده. يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذا عجز وقال وأن تصبروا خير لكم، يعني ما يجوز الإنسان يتزوج أمه. ليش؟ لأن الأولاد يصيرون عبيد، عياله يكونون عبيد، عبيدا لسيد الأمه، فما يجوز الإنسان يتزوج أمه. فيقول أمي أمه، متزوج أمه يعني صرنا عبيد بسبته، مع أن أبونا حر، صرنا الابن يتبع أمه بالحرية والرق ويتبع أباه في النسب. فقال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، وأما اسمي فجعل. مسمي ولده جعل، الجعل للخنفسانة هذه تغدى على القاذورات وكذا. قال مسميني جعل وخلاني عبد متزوج أمه وما علمني شيئا من القرآن. فالتفت عمر إلى الرجل وقال عققته في الصغر فعقك في الكبر.